طيب الدعم المرنه هي حل يبحث عن مشكله، يعني ايه؟ يعني حل جميع المشاكل، يعني اي مشكله تتعلق بالعجز الجنسي ليس لها حل، يعني اي عجز جنسي لا يستجيب للعلاج الدوائي الدعامه تحل. طيب هل ده يعني ان اي مريض يجي اعمل له دعامه؟ لا طبعا، الدعامه هي الحل الاخير. قطار العلاج بيتكون محطات، اخر محطه فيه هي الدعامه. يعني عشان نوصل للدعامه لازم نعدي الاول على المحطات الاولى. ندي المريض اقراص، نشوف هرمون الذكوره بتاعه اخباره ايه، نفحص حالته العامه، ما بيستجيبش الاقراص، نبدل اقراص اخرى، ما فيش كريمات موضعيه، ما فيش حقن موضعيه في القضيب، ما فيش اجهزه تفريق، ما فيش وسائل مساعده، كل الكلام ده ما جابش نتيجه، نعمل له دعامه. طيب عشان اركب للمريض دعامه، المريض طبعا الدعامه هي حله الاخير. ومريض الدعامات بالذات يعني بنعتبره من اكثر المرضى الذين عانوا. يعني مريض الدعامه ده يكون وصل للدعامه معناه ان هو رحله فشل. كلمة بمنتهى الصراحه رحله فشل، يعني ما استجابش للاقراص، ما استجابش للحقن، ما استجابش او كان بيستجيب فتره مؤقته وبعد كده الدنيا بتتدهور. يبقى اذا بقى له سنوات او فتره طويله بيعاني. طبعا المشكله دي مش مشكله فرد، دي مشكله اسره، لان الزوجه بتعاني معاه. طبعا لو في اولاد في النص يبقى في مشكله، هم عارفين ينفصلوا، ولو انفصلوا تحصل مشكله للاولاد، ممكن يحصل انفصال ويتكرر الانفصال، يعني كذا زوجه وينفصل، وبنشوف الكلام ده. وممكن يكون جاي يعمل دعامه عشان يتجوز زوجه جديده وخايف من تكرار المأساة. فطبعا يعني الوضع صعب، فالمريض ده يحتاج ان هو يعني تحاول تديله افضل حل ممكن. طبعا المريض عشان نعمل له الدعامه وهو جاي طبعا بالظروف دي هي الحل الاخير قدامه، فلازم اكون حريص على ان انا اخلي نسبه نجاح العمليه اعلى ما يمكن. فبيبقى في شويه اجراءات. الكلام ده قلناه يجي 1000 مره. 50% من نجاح العمليه يعتمد على الطبيب، و50% يعتمد على المريض. ما يعتمد على الطبيب ايه؟ تحضير المريض كويس للعمليه والاجراءات داخل العمليه. ما يعتمد على المريض ان هو يسمع تعليمات الطبيب في اول 4 اسابيع بعد العمليه. طيب نحضر المريض ازاي؟ لو المريض عنده سكر لازما نخفض السكر التراكمي بتاعه. في حاجه اسمها السكر التراكمي او السكر الخلوي اللي هو السكر المخزون في الخلايا. ده المفروض يكون اقل من 7 او في حدود 7. يجي المريض يقول لك انا سكري 80 وانا سكري 110. لا، الكلام ده ما يفرقش معانا لان ده قيم غير ثابته، ممكن المريض يكون النهارده 80 وبكره 500. احنا اللي يهمنا السكر التراكمي. لو هو مظبوط اوكي، مش مظبوط بتروح لطبيب السكر يظبطه لك وبعدين نعمل لك العمليه. طب لو المريض بياخد ادويه للقلب بنبعته لطبيب القلب، والله احنا عاوزين منك تقرير ان المريض ده هيعمل عمليه. اطباء القلب ما بيعترضوش على الدعامه خالص لثلاث اسباب رئيسيه. اولا ان العمليه بتبقى مدتها قصيره، ثانيا ببنج نصفي، ثالثا ان المريض ما بيبذلش مجهود بدني بعد الدعامه. الدعامه هي اللي بتتولى المهمه، يعني هو مش هيبذل مجهود بدني فمش فارقه معاه. طيب لو المريض عنده مشكله في السيوله ياخد ادويه للسيوله، يعني بنظبط ملف السيوله بتاعه. عنده مشكله في البروستاتا او المسالك البوليه بندي مضادات حيويه او نعالج الامور لحد ما الدنيا تبقى مستقره وجاهزه.